أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الخامس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. لازلنا في الثورة العربية الكبرى، وفي هذا الدرس سنقوم بالتركيز على مراسلات الشريف الحسين ومكمه. كان البريطانيون يقدرون الدور الذي يمكن أن يقوم به العرب في الحرب العالمية الأولى في حال دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا. بادرت بريطانيا إلى الاتصال بالعرب مدفوعة بأسباب عدة، منها لماذا إذن هي بادرت بالاتصال بالعرب؟ مركز العرب في الإمبراطورية العثمانية، الزعامة القومية والدينية للشريف الحسين بن علي، أيضاً الموقع الاستراتيجي للبلاد العربية. هنا فاوض الشريف الحسين بن علي بريطانيا في موقفها من الحركة العربية. تطورت المفاوضات بين الشريف الحسين وبريطانيا التي عرفت تاريخياً باسم مراسلات الحسين مكمهون، إلى اعتراف بريطانيا ودعمها وتأييدها للثورة العربية، إذ بدأت المراسلات الرسمية بين الشريف الحسين ومكمهون برسالة من الشريف الحسين بن علي في 14 من تموز عام 1915 للميلاد. تعد أهم تلك الرسائل، ولأنها تشمل المطالب التي وردت في ميثاق دمشق عام 1915 للميلاد. استمرت هذه المراسلات بين الطرفين حتى 11 من آذار عام 1916. هنا رفض الشريف الحسين التعديلات التي اقترحها مكمهون، لأن المطالب التي وردت في ميثاق دمشق مطالب العرب جميعهم. استجابت بريطانيا إلى مطالب الشريف الحسين وفقاً لمذكرة مكمهون الثانية بتاريخ 24 من شهر تشرين أول عام 1915، مع بعض التحفظات بخصوص الساحل السوري والعراق وسواحل شبه الجزيرة العربية، لأن الشريف الحسين لم يقرها أو يعترف بها، ولكن هنا أجل البحث فيها إلى نهاية الحرب مع تأكيده على عدم إمكانية التنازل عن شبر واحد لفرنسا، ويؤكد دائما على أنه لا فرق بين عربي مسلم وعربي مسيحي، فالعرب عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين. هنا أهداف الثورة العربية الكبرى. هنا كما تلاحظ عزيزي الطالب لمعرفة الأهداف التي سعت الثورة إلى تحقيقها والمقومات التي استندت إليها، سنتأمل هذا الشكل: أهداف الثورة ومقوماتها. الهدف الأول: تحرير البلاد العربية والآسيوية واستقلالها ووحدتها، التخلص من ظلم الاتحاديين وطغيانهم، القضاء على الطائفة الإقليمية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. أما مقومات الثورة كانت أهداف واضحة ومحددة في الوحدة والحرية والاستقلال، قيادة مؤهلة مقبولة على الصعيدين العربي والدولي ممثلة بقيادة الشريف الحسين بن علي، التفاف القيادات العربية في بلاد الشام حول الشريف الحسين بن علي. طب هل تحتاج أي ثورة إلى أهداف ومقومات؟ نريد أن تبرر إجابتك. رتب مقومات الثورة العربية الكبرى حسب أهميتها من وجهة نظرك، ولماذا؟ لماذا أنت اخترت هذا الترتيب؟ سادساً، ننطلق إلى انطلاق الثورة العربية الكبرى. دفعت عوامل عدة الشريف الحسين بن علي إلى إعلان الثورة العربية الكبرى، أهمها السياسة التعسفية الاستبدادية التي مارستها الدولة العثمانية، وقيام جمال باشا السفاح في سوريا بإعدام عدد من زعماء الحركة العربية في دمشق وبيروت، وقد كانت آخر قافلة من الشهداء تلك التي عدمت في السادس من أيار عام 1916. عندما وصل خبر إعدامهم إلى الأمير فيصل، انتزع كوفيته من على رأسه ورمى بها قائلا: طاب الموت يا عرب. أيضا ظروف الحرب العالمية الأولى. هنا دخلت تركيا الحرب دون مبرر إلى جانب دول الوسط، وحشد عدد كبير من أبناء العرب للمشاركة في الحرب وفرض التجنيد الإجباري.
هذا السبب قد جعل العرب يفكرون في مصير بلادهم أمام الأخطار الاستعمارية، متخذين قرارهم بالتحرر والاستقلال. أيضاً وصول قوى عثمانية قوامها 3500 جندي تحت ستار التوجه إلى اليمن، وفي الحقيقة كانت متوجهة إلى الحجاز. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الخامس. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.